نروح للكابتن رمضان السيد المدير الفني لنادي الرجاء. كابتن رمضان اهلا بيك. اهلا بيك يا ابو حميد ومنور القناه يا ابو حميد، وطبعا نجومك الكبار فوز كوتي ومرم. كابتن رمضان، كابتن رمضان جميل، قلبنا معاك. ربنا يخليك، ربنا يوفقك كابتن رمضان. الله يخليك. طمنا عليك يا كابتن الاول قبل ما ندخل في الاسئله. ولا والله الحمد لله تمام، يعني الحمد لله. احنا يعني واخدين طبعا مهمه صعبه جدا، احنا الحمد لله في ثلاث مباريات جمعنا 4 نقاط، كسبنا المقاولين وتعادلنا مع الاتحاد السكندري وخسرنا من الاسيوطي. اعتقد ان احنا ماشيين بخطوات من ساعه ما مسكنا، يعني خطوات معقوله يعني. لكن هي العمليه طبعا احنا هنبذل اقصى طاقه عندنا عشان نقدر نكمل لغايه اخر صفاره ان شاء الله باذن الله. كابتن رمضان، مأمورية شايفها انتحاريه ولا شايفها مستحيله، ولا شايف ان عندك امل، ولا شايف ان انت واخدها كتحدي؟ لا، هي انا واخدها كتحدي الحقيقه يا حميد، وهي ما فيش حاجه اسمها مستحيله. يعني طنطا مثلا من مباراتين كان تحت خالص، طنطا كسب ماتشين نط فوق. هي الكره كده، انت مجرد مكسب مباراتين بتعدي طبعا. احنا واخدينها بالشكل دوت وبناخدينها واحده واحده ان شاء الله باذن الله لغايه ما نكمل يعني. يعني حضرتك دايما بتقبل التحديات، ودايما يا كابتن رمضان ربنا بينصرك في الاخر. اتمنى طبعا ان حضرتك تقعد بنادي الرجاء، لكن الوضع صعب، خصوصا انت تقابل النادي الاهلي بكره. يعني حضرتك شايف الماتش ازاي؟ المباراه صعبه اكيد من كل النواحي. حضرتك بتفكر مثلا لاعب النادي الاهلي دفاعيا اكيد برده الموضوع مش هينفع، لاعب هجوميا برده الموضوع مش هينفع. يعني بتفكر فيها كابتن رمضان في مباراه الغد؟ انا بفكر في مباراه الغد الحقيقه. انا في رايي ان النادي الاهلي وصل فورمه دلوقتي يعني من افضل فترات، مثلا من فتره كبيره جدا جدا جدا. النادي الاهلي الفرقه الوحيده اللي في مصر بيلعبوا كره اوروبيه، يعني شبيهه للكره الاوروبيه. يعني الكره السريعه، الكره لمسه واحده ولمسه ولعبه، الكره اللي فيها انتشار هجومي بشكل هايل، الكره اللي فيها ربط في الحقيقه الفرقه كلها طبعا معموله بشكل كويس قوي، بيفقدوا الكره بيضغطوا. لا، فرق الكره تقيله جدا. لكن احنا طبعا انا ما اقدرش اعمل جيم مفتوح خالص مع النادي الاهلي. طبعا هعمل جيم، طبعا بقفل الجيم وبلعب على هجمات مرتده، لان طبعا الامكانيات طبعا النادي الاهلي امكانيات كبيره جدا جدا. يعني كابتن رمضان برضو طبعا ربنا معاك، يعني موضوع صعب جدا. لكن عايز اسالك، لو حبيت تقفل على مفاتيح النادي الاهلي، ممكن تفكر في مين تقفل عليه؟ ممكن تفكر في اي جبهه النادي الاهلي بيشغلها؟ ممكن تفكر في اي عنصر بيلعب النادي الاهلي؟ بص يا عبد الحميد، النادي الاهلي بيختلف عن اي تيم كوره موجود في مصر. ممكن تلاقي مثلا في اي نادي في مصر تلاقي لعيب، اثنين لعيبه مفاتيح لعب. النادي الاهلي ال10 لعيبه مفاتيح لعب. تمام. يعني انت عندك علي معلول، عندك احمد فتحي، عندك عبد الله السعيد، عندك يعني وليد سليمان، عندك اجاييه، عندك وليد ازارو، كل اللعيبه دي مفاتيح لعب. يعني انت لازم ما تعتمدش ان انت هتراقب حد او تقفل على حد كفرد يعني، لا، انت بتقفل كمجموعات. واعتقد ده اللي هتقدر تجاري بيه النادي الاهلي. لكن انت طبعا النادي الاهلي ما فيهوش مفتاح لعب واحد عشان تقفله. اكيد النادي الاهلي فيه مفاتيح لعب من اكثر الفرق اللي في مصر عندهم مفاتيح لعب. انا بقول لك يعني يمكن في بدايه كلامي يا عبد الحميد، يعني انا بقول لك ان النادي الاهلي بيلعب كوره شبيهه للكره الاوروبيه. كابتن رمضان، هنحتاجك بكره بقى تلعب انت مع الرجاء بقى، مفيش تعوض. بقول لك يا كابتن رمضان، كابتن رمضان بقول لك ايه، ما تاجل المباراه دي. انت كنت اجلت. لا، انا عايز اقول لك على حاجه. كابتن رمضان كابتن ماهر، كابتن فوزي، كنا بنعملها. انا اشتغلت طبعا مع كابتن رمضان في بتروجيت، فكنا مثلا لاعب الاهلي فهو دايما بيجيب ورقه، ودايما بص كابتن رمضان في شغله حاجه جميل منظم جميل، يجيب ورقه ويقول لي بص مفاتيح لعب كذا وعندهم كذا، احنا ممكن نقفل عليه. فلما كنا بنلعب الاهلي يقول لي هنقفل على ده ولا على ده، بقول لك ايه، يلا ناموا بكره ان شاء الله. كنت اجلت المباراه دي يا كابتن رمضان لو في فرصه. يعني يا ماهر، عموما مطر جامد قوي. في مطر، في مطر جامد. لان انت فعلا رمضان جيت، انا كنت بقول لحميد الفوزي انك انت جيت متاخر، يعني من حظ الرجاء انك انت لو جيت من بدايه الموسم كانت الامور اختلفت بشكل كبير جدا، ما كانش هيبقى موقف الرجاء اللي احنا شايفينه في هذا الموقف، لانك انت من المدربين الاكفاء، المدربين المحترمين، بتقرا الخصم بشكل جيد، بتذاكر بشكل جيد، بتلعب بتوازن بشكل جيد في الدفاع، وبتبدا تعمل الجمل التكتيكيه اللي انت بتعود لعبتك عليها بشكل ممتاز. فانا شايف ان يعني الظروف صعبه جدا. هل كان في تدعيم يا كابتن رمضان في مرحله الانتقاليه بالنسبه لمرحله يناير؟ هل انت دعمت؟ عملنا الحقيقه تدعيمات، ويمكن في لعيبه لعبت المباريات اللي في الثلاث مباريات اللي فاتوا الحقيقه، اللي كان محمود عبد العاطي او لالا او العمر،
فاروق من سموحه او ديفيد اللي هو واخدينه عرى من طلاع الجيش. في عندنا بكره في غازي مهاجم تحت المهاجمين من تونس لاعب كويس. في مهاجم تاني ستيفن الحقيقه من غانا لكن البطاقه الدوليه بتاعته لسه ما جاتش، يمكن يجي الفتره اللي جايه اليومين الجايين دول. لكن احنا مش هنفقد الامل، واحنا بنلعب على اخر صفاره يا ماهر. وبقول للعيبه كده، بقول لهم يا جماعه احنا نشوف طنطا كان فين من ثلاث مباريات ودلوقتي بقى فين. احنا في خلال مباراتين ثلاثه ان شاء الله باذن الله في الفوز اعتقد ان احنا نقدر ان احنا نتخطى الموقع اللي احنا فيه ده في الجدول. يعني يا كابتن رمضان بان، انت عارفني انا مش بجاملك خالص، بان في من اول ما مسكته مباراه الاتحاد السكندري والمقاولين بعديها والاسيوطي، بان ان في شكل الرجاء متغير فعلا، متغير كليا، متغير فنيا، في لعب على المساحات، في تقفيل، في توسع المساحات، في المساحات. يعني انا شفت الكلام ده يعني بصفه ان انا بحب رمضان شويه المدربين. الموضوع كان فعلا في تغيير. ان شاء الله كل التوفيق لكابتن رمضان، يا مهمه مش مستحيله بس هي صعبه شويه، ان شاء الله تكون قدها باذن الله. عايز اقول لك يا رمضان عبد الحميد فوزي، رمضان من المدربين المحترمين جدا، عنده خبرات رمضان كبيره في الدوري الممتاز، لكن انا اختياراته يعني نتمنى ان شاء الله الاختيارات لرمضان بعد كده ان احنا نشوفه من ضمن الفرق اللي هي بيبقى عندها امكانيات ماديه بشريه لاعبين، ونتفرج على اداء رمضان. الله يكون في عونه بقى، ياخد له حبيتين مهدئ بكره رمضان الكوره كده، بيعمل من الفسيخ شربات. يعني فوزي محتاجينك يا فوزي اخر 20 دقيقه والله كان يا ريت لو ربنا يوفقك يا كابتن رمضان يا جميل، ربنا يكرمك دايما. ربنا يخليك يا حبيبي، نورتنا وشرفتنا يا كابتن، وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك، ان شاء الله تقعد